السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام حدث في غاية الأهمية، فامتثل المؤمنون لأمر الله عز وجل، ونافق المنافقون، وارتد عن الإسلام طائفة من ضعيف الإيمان، وظهر الوجه القبيح لليهود، والذين كانوا يعلمون من كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يصلي إلى قبلتين مختلفتين. فجاء الأمر الإلهي للمؤمنين بألا يلتفتوا للمعاندين من أهل الكتاب، وأن يشغلوا أنفسهم بالطاعات والخيرات، ونزل قول الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وإن كان سبب نزول هذه الآية الكريمة هو تحويل القبلة للمسلمين، لكن في حقيقة الأمر أنه أعظم من ذلك بكثير. فكما أن لكل إنسان قبلة يتوجه إليها في عبادته وصلاته، فإن الله عز وجل منح للإنسان حرية الإيمان والاعتقاد، حرية أن يكون مسلم أو يهودي أو نصراني أو ملحد أو بوذي، وللإنسان أيضا حرية الفعل والعمل في الحياة الدنيا، يفعل الخير أو الشر. فبادروا أيها المؤمنون لما ينفعكم من الأعمال الصالحة، واستبقوا الخيرات، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. وباب الخيرات باب عظيم، يشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة. والحياة مهما طالت فهي قصيرة، فلنجتهد قدر استطاعتنا في أبواب الخير، لأن العاقبة والخاتمة معلومة لنا جميعا. فلا بد للإنسان من الموت، وبعد الموت تبلى الأجسام والأبدان، وتنتشر الذرات في الجو والبر والبحر. وفي يوم القيامة، وأينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا للحساب والجزاء. إن الله على كل شيء قدير، قدرة مطلقة لا يعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء.